الشكل العام مبهر يعني. معلش هات لي كده مصطفى التقرير تاني. معلش ده تقرير ده شاطئ اللي انا كنت بتكلم عليه من شويه اسمه شاطئ المجاني. شاطئ انا مش هقول الناس الغلابه، لا لا لا، شاطئ المصريين يتعمل كده، اسمه شاطئ المصريين. يعني لو الشركه المتاحه تطلق عليه اسمه شاطئ المصريين. اظن ده باين قوي ان ده جزء من استمتاع بالمكان. يعني انا بتكلم على خدمه بتقدم الى المستثمر والى السائح ايا كان جنسيته، خدت جزء من هذه الخدمه وبقدمها للمواطن المصري. اجمل حاجه اتعملت السنه دي، او اجمل حاجه انا ممكن اكلم حضراتكم على، طبعا الخدمات اللي مقدمه دي بتبقى بفلوس. حضرتك لو على الشاطئ بتاعك، لو انت عايز تاجر حاجه حتى هتاجر، لو انت في اي شاطئ، لو انت انا اسف هتاكل حاجه هتدفع، لو انت هتشرب حاجه هتدفع. انا بتكلم على دخولك الشاطئ بكل احترام، وده برضو اللي هنأكد عليه خلال الاسبوع ده او الاسبوع الجاي، وهنوعد حضراتكم بزياره حلوه، تقرير حلو كده زي التقرير اللي عمله احمد يعقوب ومحمد عبد الغفار وجيفارا. لو احنا رحنا كل اسبوع، وبناشد زملائي هنا ان يوفروا لنا ده بالفعل، ان احنا نروح كل اسبوع او كل اسبوعين نعمل زياره لهذا الشاطئ، نلتقي بالناس بقى مش كده، والناس تحس ادي الشاطئ، ادي الشاطئ، ادي العالمين. واحد يقول لك هو العالمين مش بتاعتنا يا عم، يا عم انت ايه اللي وداك العالمين يا عم؟ الناس ايه، اهالينا هم، اخواتنا وحبايبنا هم. اطلع الصبح اركب العوامات، صح العوامات اهي، الميه اهي، الشاطئ اهو، مش دي الحاجه؟ حبايبنا واخواتنا هم، مش ده الشعب؟ ولا احنا كمان هنقول لدول روح عشان نصور؟ لا خالص. حضرتك بتقول طب انا اروح ازاي؟ حضرتك وانت داخل العالمين اسال على الشاطئ المجاني، وهذا ليس منا، ده بالعكس ده واجب انه يتعمل لحضراتكم في هذه المنطقه الساحره جزء من الشاطئ يخصص لحضراتكم. حضرتك رحت النهارده، استنى شويه وابقى اروح تاني، مش لازم تروح كل يوم يعني، عشان تدي فرصه للاخرين انهم يروحوا، وخصوصا في شهر 7 وشهر 8. فاحنا هنا مش بنقول لحضراتكم انكم بره البرواز، ده بالحق ده انتوا اصل البرواز. المصري ده اصل البرواز. المصري ده اصل الحكايه. المصري ده اصل المشروع. المصري ده اصل السياحه، اصل التنميه، اصل التطوير، اصل التطهير اللي بيتعمل لما عملنا العالمين من 20 مليون لغم الى دلوقتي موجود ترفيه وسياحه ومدينه تراثيه. وفرق فرق بلاقيها دلوقتي من الاقصر واسوان والمنيا، فرق فنون شعبيه بتيجي برضو تقدم في العالمين. اجمل حاجه في الفكره انه المصريين اساسها. انا عايز سياحه وعايز مستثمر يجي يطور المنطقه، بمعنى يطور المنطقة يعمل مشروع، يشغل عماله، يعمل استثمارات، يجيب عمله صعبه، ما هو كل ده مهم جدا عشان اقدر استمر في الشاطئ المجاني واعمل بدل الشاطئ اتنين، وكل ما اطور منطقه اعمل شاطئ مجاني، وكل ما اطور منطقه اعمل شاطئ مجاني، اللي هو في الاصل لحضرتك. فما تزعلش لما اجيب سايح او اجيب مستثمر عشان يستثمر عمله صعبه ويعمل مشروع. واحد يلعب في دماغنا الوعي اللي قلت حضرتك عليه من شويه، واحد يلعب في دماغنا الحق ده الساحل بقى بتاع المستثمرين، ده بقى بتاع رجال الاعمال، ده بقى، ما هو رجل الاعمال ان ما عملش كده، والدوله ان ما حطتش ايدها في ايد المستثمر الجاد، والدوله ان ما جابتش عمله صعبه، هيصرف على المكان ازاي؟
هينفق على المكان ازاي؟ هتخش عملة صعبة للبلد ازاي؟ هيتم تطوير كافة القطاعات اللي موجودة في الدولة ازاي؟ الميزانية بتاعت الدولة هتصرف عليها ازاي؟ انا مش بتكلم على العالمين بس، انا بتكلم في العموم. واحد يلعب في دماغك يقول لك الحق زي راس الحكمة كده. يا جماعة ده راس الحكمة بتتباع للأجانب، يا جماعة مين اللي قالك الكلام ده؟ أي دولة في العالم؟ ورجال الأعمال المصريين الكبار اللي موجودين في البلد ما هم ليهم استثمارات بره، ليهم مدن كاملة بره، مدن بمعنى كلمة بياخد منطقة سياحية ويطلق عليها مدينة كذا وبيستثمرها وبيستثمر فيها، ما بياخدهاش ويهرب من الدولة اللي هو بيستثمر فيها، وما حدش من هنا هياخد حاجة ويمشي. فإذا كانت في أي مشكلة أنت حضرتك حلقة في ذهنك لسه من وقت أو بتاع، انسى بقى كل ده. الغلابة، المجاني، المواطن المصري، المصريين هم أصل الحكاية، هم أصل المكان.